طيب، صباح الخير. احنا اخر مرة توقفنا عند البريميد استيميتورز. احنا كنا في هاي الجزئية هنا. هنا عندي استيميتورز. الاستيميتورز هذه انه زي ما حكينا انه هي عباره عن هاي ليفل، لسه حتى اكثر هاي ليفل اكثر من سيكونشال. سيكونشال انه انا بفصل اللايرز زي هيك، انه هذه هاي ليفل اكثر. تمام، بتكون انه البرمجه تبعتها اسهل. في عندي لينير ريجريسور لللينير بروبلم، وفي عندي لينير كلاسيفاير دي ان ان استيميتور دي ان ان كلاسيفاير دي ان ان ريجريسور. جربنا المره الماضيه دي ان ان ريجريسور، تمام، عفوا دي ان ان كلاسيفاير، وكنا استكت شويه في الدي ان ان ريجريسور، كان في اشكاليه. الاشكاليه انه بس مجرد انه كانت محتاجه شويه تركيز مع كاب اوف كافي بيمشي الحال يعني، بس هذه كل القصه يعني. وانا متاكد انه انتم كان ممكن انه انتم تعملوها، بس يعني هيك شويه كان الواحد تفكيره مشتت. فانا حطيت لكم الاكزامبل هذا هنا على الجيت هاب كيراس. في عندك هذا الدي ان ان كلاسيفاير، هذا السابق، وهذا الدي ان ان ريجريسور عملت لك اياه، وهي بدي اورجي لك اياه على الكولاب. هذا نفس الفكره للمالورينج هاوسينج برايس على الداتا سيت. هاي الداتا سيت حملناها وحكينا انه انا عشان اريح راسي انه انا ممكن اعمل هاند لهدول الاتريبيوتس، بس عشان اريح راسي لانه بدي اركز على الدي ان ان كلاسيفاير. رحت عملت ريموف للاوبجكت كولومز ولا الريكوردز اللي فيها ميسنج فاليو بهذا السطر زي هيك. هيك انا بتاكد انه كل الامور تمام. الان قسمتنا لترين وتست، تمام، وبعديها حضرنا الواي، عملنا بوب من الترين للاتريبيوت برايس، والتست كذلك نفس الشيء. فالآن الترين بطل في عندي البرايس لأنه صارت في الواي. بعد هيك بدنا نعرف الانبوت فانكشن لأنه أنا هستخدمها في الترين. فالانبوت فانكشن بتاخد features, labels, training true أو false والباتش سايز. إيش بتراح بتحول؟ بتحول إنه من باندا داتا فريم لتنسور داتا سيت باستخدام هاي مرت علينا بشكل متكرر. TF data data set. سريعة أنا. لا. هاي ما قبل تمام كانوا شغالين. طبعا نفس. فالفانكشن لازم لكل الريجريسور ولا لكل التراس ولا لكل النيورال نتورك. لكل النيورال نتورك إحنا محتاجين نحول الباندا ل ل ل ل لسلايسز لتنسور داتا سيت. نعم. وين؟ الايرس. لا، في فيتشر كولو يعني هاي الايرس. لا، هاي في فانكشن بتعمل لي بريبير للديتا. هاي الايرس انانان. هنا عملنا السبليت نفس الفكرة، بس هنا اسم الدالة دي اف داتا فريم تو داتا سيت، فنفس استدعاء هاي الدالة بالضبط نفسها. فهنا اديتها الداتا فريم كديكشنري والليبلز وعملت شفل وباتش. نفس الفكرة لو قارنتي هذه بهاي نفس الفكرة. فهنا انه حولناها ل سلايسز، لحولناها انه ل تنسور داتا سيت، اديناها ال الباندا والليبلز وعملنا شافل وعملنا حضرناها as batches في نفس الفكرة. تمام، بس هنا انه احنا استدعيناها انه لحال، انه انا عندي train ds train dataset اللي هي بنظام التنسور، استدعينا هذه الدالة للترين والفاليديشن والتست. وهنا حضرنا الفيتشر كولوم
وبرضه في الدي ان ان ريجريسور في تحضير للفيتشر كولومز. تمام، هذا الايرس. خلينا نرجع هنا نفس النظام، يعني بمعنى اخر انه انت بدك تستخدم تنسور فلو، بدك تحمل الداتا سيت از باندا، هذه الخطوه ضروريه انه انت تحولها لتنسور داتا شافل وباتش. اول هذول الثلاث خطوات مهمه. تمام، فهنا في عندي فلاج لانه حكينا انه الترتيب مهم في التريننج، لكن في التست الايرور هو سواء انت يعني عملت شفل او ما عملت الشفل. فبالتالي هنا في فلاج انه اف تريننج، اذا كانت الداتا سيت هذه ترو او فولس، اذا كانت تريننج بعمل شفل، ما كانش تريننج لا ما فيش داعي. طيب احنا بنكمل في الدي ان ان ريجريسور. تمام، كمان مره بشكل سريع، قرانا الداتا سيت كباندا داتا فريم، رفعنا الاوبجكت كولومز وعملنا دروب للميسنج فاليوز للصفوف، وعملنا سبليت للترين والتست. تمام، بعدها حضرت الواي انه انا فصلت الاكس والواي. هنا انا عملت بوب بتسوي شغلتين، حكينا دائما ايش بتسوي، بترجع بالضبط، بترجع هذا العمود بتخزنه هنا في الترين واي، وفي نفس الفك وفي نفس الوقت انه بتشيله من الترين داتا سيت. نفس الاشي بالنسبه للتست. بعديها هذه الداله اساسيه، هذول الثلاث خطوات اساسيه في التنسور، انه احول من باندا لتنسور داتا سيت، اعمل شفل واحضره كباتش. لقيت هذه استدعاء الداله، ممكن انه انا استدعيها ستاند الون او ممكن استدعيها جوات الفانكشن تبعت التريننج، زي ما حنشوف في هذا المثال. في هذا المثال جوات الفانكشن تبعت التريننج انا استدعيتها. الخطوه اللي بعديها ان احنا نحضر الفيتشر كولومز. كيف بدي اعرف اسماء الاتريبيوتس؟ ترين دوت كيز، هذا عباره عن باندا داتا فريم، والكيز هي عباره عن اسماء الاتريبيوتس ديكشنري اللي هي الروم والديستانس والبوست كود الى اخره. فبدي الف عليهم كلهم، ايش اسوي؟ واحولهم لفيتشر كولوم اللي هي فيتشر كولومز دوت ابند. هم نيوميريك، احنا استبعدنا الاوبجكت اتريبيوت، فبالتالي انه لو كان في عندي كاتيجوريكال اتريبيوت فهنا بده تصير فيتشر كولوم دوت كاتيجوريكال ويد فوكابلري او حسب ايش التايب تبعه بدي اعمله هنا. كيف؟ في طريقه لتحويل كاتيجوريكال. تمام، بس انا هنا تركيزي انه انا بدي ابسط قدر الامكان، بدي اركز على المشكله الرئيسيه انه الدي ان ان ريجريسور يزبط معي. تمام، بعد هيك بعد ما تزبط الوصفه ساعتها بصير اضيف الاضافات تبعتي، انه انا بدي اعمل فيل للميسنج او انه انا اعمل هاندل للكاتيجوريكال اتريبيوتس. فبالتالي دائما نعمل بريك داون للبروبلم، بنجزئها خلاص بنحل مشكله، وبعديها انه ببدا اضيف بتاكد انه الامور تمام. هذه بس طبعت لك اياها عشان تشوف انه هي عباره عن هذا الكلاس اللي هو النيوميريك كولوم، ومع الشيب تبعه وايش التايب تبعه فلوت 32 كلهم نيوميريك. تمام، بعد هيك بنيجي لتعريف النتورك. طبعا انا عامل امبورت فوق للتي اف، وهنا انا متاكد انه تي اف 2 لانه انا عندي بدل ما اعمل بيب انستول، حكينا انه بعد الريليس كانديديت صار انا عندي التنسور فلو ريليس 2 بري انستولد على الكولاب. فبالتالي بضل انه انا اعمل سيلكت للفيرجن 1.14 ولا 2. فبالتالي هنا بهذه التراي والاكسبت بصير فينا عندي انه تحديد للفيرجن، لانه هنا حطها بشكل عام 2x لانه حيصير في ابديت للفيوتشر 2.1 2.2 وهكذا. فالان الاوتبوت تبع هاي ران هاي تنسور 2 سيلكتد، تنسور فلو 2x سيلكتد، فخلاص انا متاكد انه تنسور فلو فيرجن 2. في تنسور فلو فيرجن 2 ايش فينا عندي؟ هذه الكلاس هيراركي، مش بالتي اف كومباكت، لا تي اف استيميتور
دي ان ان ريجريسور، وهذه فيها بقيه الاستيميتور. لو انا عملت زي هيك، هاي دي ان ان، في عندي هاي دي ان ان كومبايند، هاي ريجريسور وهاي الكلاسيفاير فوق. فاحنا محتاجين نستخدم ريجريسور. ايش بدي له؟ فيتشر كولومز اللي انا حضرتهم فوق، وقديش هيدن يونتس. في باراميتر تانية انا ممكن احددها، زي مثلا الاكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن بختارها باي ديفولت ريلو. لو بدي اغيرها بدي اعطيها كباراميتر. لو بدي اعرف ايش هي الباراميتر، باخذ هذا زي هيك وبروح على documentation هنا. هذه فيرجن 1.14، بس في لينك هنا عشان اعمل سويتش على فيرجن 2. هاي تنسور فلو فيرجن 2 دوكيومنتيشن بوديني عليها هنا، بتاكد انه هي موجوده في اليو ار ال فوق. فهنا ايش بحكي لي انه في الكود، انه انا ممكن تعرف الدي ان ان استيميتور، تعطي له هدول الماندتوري arguments او باراميترز للداله. انت بدك تديله الفيتشر كولومز والهيدن يونتس. بحكي هنا ممكن انه انا احدد الاوبتمايزر، فهنا بدي ضاف باراميتر ثاني حدد الاوبتمايزر تي اف ترين، حدد الاوبتمايزر. ايش حدد كمان في الاوبتمايزر؟ اللي هو الليرنينج ريت وقديش الريجولايزيشن. او بحكي لي هنا انه احنا ممكن انه نحدد الليرنينج ريت ديكي. ايش معنات هذا الكلام؟ الليرنينج ريت ديكي، انه بصير الليرنينج ريت ادابتيف، بيبدا كبير وبعديها بيبدا بيصغره. تمام. فهي الفيتشرز الالزاميه اللي هي الهيدن يونتس والفيتشر كولوم. اما الباقي بتلاقي انه هنا كل شغله انه بتكون هنا نان او واحد، او هذه بتكون انه هي الاكتيفيشن هي باي ديفولت ريلو، ممكن اغيرها. هنا الدروب اوت محطوط نان، معناها اوبشنال، مش لازم انه انا احدده. بدي احدده بحدد ايش هو الدروب اوت. تمام. الدروب اوت حنيجي له بعدين، هو عباره عن لاير بمنع انه يصير في عندي اوفر فيتنج. وعليكم السلام. تمام. فبالتالي انا هاي الحد الادنى عندي اللي هو ايش؟ الفيتشر كولومز والهيدن يونتس. طبعا الهيدن يونتس انا 1024 بديت اللاير الاول، الثاني 512 256 128. بعد هيك بستدعي من الاستيميتور هذا الترين. ايش بدي له؟ الانبوت فانكشن اللي انا عرفتها فوق باستخدام اللامدا، وبحكي له انه هذه تريننج ترو عشان يعمل شفل. وهنا حددت عدد الايبوكس 1000 ايبوك. طبعا هنا ببدا يعمل تريننج، كل 100 خطوه بروح بسجل. يبقى هاي ستيب 100 بيجيب لي النتيجه قديش، ستيب 200 300 لغايه ال 1000. وبعديها نعمل هنا ايفالويت، نفس الفكره، بدي له الانبوت فانكشن بس هنا بدي له التست مش لترين. نعم. وهنا بحكي له تريننج بتساوي فورس عشان ما يعمل الشفل، لانه ما فيش داعي. تمام. فالايفالويشن ريزلت هذه عباره عن ديكشنري فيها النتائج تبعتي. ايش فينا عندي؟ الافريج لوس وعدد الستيبس والمين واللوس والبريدكشن مين. تمام. هو هذا اللي انا بركز عليه، البريدكشن مين. طيب انا ممكن اسوي شغله يعني انه انا ممكن اعمل بريدكشن لكل التست داتا. يبقى هي عرفتها في ليست فاضيه، ورحت لفيت فور بريد ان استيميتور دوت بريدكت، وايش اديته؟ التست داتا. تمام. رحت عملت لهم ابند في هذا، في هذه الليست. ليش؟ لانه انا بدي اعملهم بلوت. ايش بدي اعمل بلوت؟ البريدكتد مع الاكشوال فاليو. هذه كل ما كانت اقرب لللاين معنى ذلك انه الايرور اقل.
كل ما كانت سكترد بتكون الايرور عالي كتير. تمام؟ طبعا هذه النتيجة زي هيك طبعا انا بعد عدة رانز. يعني هنا انا جربت في الاول انه خلينا نجرب نتورك صغيرة. هاي هذا نحطه زي هيك. تمام؟ ونعمل run all. الاكشوال مع البريدكتد. حقيت الاكشوال المفروض يكون مثلا 10,000، البريدكتد اذا كان 10,000 بيطلع انه يعني انه في نفس النقطه. اما اذا كانت انه الاكشوال 10,000 والبريدكتد مثلا 15,000 فبتطلع انه سكاترد مش انه لاين زي هيك. فاذا كان انه فيش ايرور بيطلع انه بيكون شكله زي اللاين هيك. الاكشوال انا عندي مش انا قسمت تيست واي بالضبط موجود عندي. اسف البريدكتد نفس الاري هيو عملت. يعني هنا عملت ليست فاضيه وعملت هنا بريدكشن، هذه كلها بترجع البريدكشن، ورحت لفيت عليهم واحد واحد وضفته في الليست هنا، فبالتالي صار مخزن عندي في ليست عشان اقدر اعمل له بلوت. تمام؟ لاحظ انه الايرور هنا لما صغرت النتورك ايش صار؟ يعني كان في الاول مطبوب اكثر، يعني هالجيت صار انه مبعثر، الايرور عالي اكثر. تمام؟ هنا هاي الخطوه بحسب المين سكويرد ايرور. هنا ممكن نرجع ل 1024 أربعة هيدن لايرز. نعم. الانبوت لاير هو على حسب هايو. بس تروح هذا ثواني بس. هاي الفيتشر كولوم. مش احنا لما عرفنا انه هنا عرفت الريجريسور حكيت له الفيتشر كولوم هايو. بياخذ الدايمنشن تبعهم. بالضبط بياخذ الدايمنشن تبعته. والاوتبوت ما دام انه هذا ريجريشن واحد، ما فيش داعي ان انا احدده. نعم. حكيت ممكن انه انا اشرح لكم اكثر انه حكيت التنسور فلو اصلا في حد ذاته انه هو سي بلس بلس. تمام؟ انه عباره عن ديب ليرنينج لايبرري انه سي بلس بلس، عملنا لها رابينج بالبايثون. تمام؟ فبصير انه انا بستدعي هاي الشغله انه بالبايثون لانه لغه من اسهل لغات البرمجه. تمام؟ وهي حاليا الكومبليت راب او كومبليت امبلمنتيشن انترفيس للتنسور فلو اللي معمول بالسي بلس بلس. معموله هي بلغات ثانيه زي الجافا والجو، بس الموست كومبليت هو البايثون. تمام؟ بعديها انا في عندي هاير ليفل، انه انا عندي في الكيراس انا في عندي لايرز داتا سيت متريكس، وزي ما احنا شفنا تي اف كيراس سيكوينشال موديل سيكوينشال، ورحت عرفت فيه حطيت لاير لاير لاير. هذا ممكن نعتبره انه هو ميد ليفل تنسور فلو اي بي اي، وانا عندي اعلى شغله اللي هي الاستيميتورز. فالاستيميتورز التعامل معها يعني انه لو احنا قسمناهم لمستويات السيكوينشال ممكن نعتبره انه مستوى اقل شويه من الاستيميتورز. بس هي لا انا بحكي كهاير ليفل، انه هاير ليفل في الاي بي اي مش معناته انه هو بيجيب لي سكور اعلى، مش بالضروره. انا بحكي انه من ناحيه اي بي اي، يعني من ناحيه برمجه، انه مستوى اعلى في انه يعني بالضبط كل ما انا طلعت في مستوى اعلى بيكون التفاصيل انا عندي اقل. لانه هنا لو اجيت اطلعت هنا بس مجرد حددت الهيدن لايرز، ما جيتش حددت هناك. لما نزلت تحت شويه اضطرت ان احدد لهم انه هما دنس وايش الاكتيفيشن فانكشن وقديش السايز تبعها. هنا بس جاست السايز عدد النيورونز. حلقيت ريجريسور او كلاسيفاير انه انا التارجت تبعي
إذا كان النيوميريك بيكون ريجريسور، إذا كان كاتيجوريكال بيكون كلاسيفاير، والكلاسيفاير هاي طبقناها على الآيرس المرة الماضية كانت ضبط الأمور معنا وما فيش مشكلة. يعني نفس الفكرة، يعني إنه إحنا هنا حضرناها زي هيك تمام، بس شوية اختلافات. لا هذه نيورال نتورك عادية، ال TNN كلاسيفاير هاي المثال تبعها كله موجود على الجيت هاب، حاطط لكم اياه. دي ان ان كلاسيفاير ايريس كلاسيفيكيشن، هذه لاحظ انه نفس الكونسبت. ايش اللي اختلف هنا عندي؟ هاي نفس الفكره انه الترين والواي انه احنا عملنا بوب حضرناهم زي هيك، وهذه الانبوت فانكشن عملناها ل ديكشنري لا تنسور داتا شافل باتش، وهنا هاي حضرنا الفيتشر كولومز، وهنا عرفنا الاستيميتور. هاي دي ان ان كلاسيفاير ايش ادينا له؟ ثلاث شغلات. مدام دي ان ان كلاسيفاير هنا لازم في واحد اجباري اضافي اللي هو ايش؟ عدد الكلاسز. فهنا نفس الفكره، الفيتشر كولومز، الهيدن يونتس، وعدد الكلاسز. هناك في الريجريسور ما حطيناش عدد الكلاسز لانه مدام انه هي ريجريشن خلاص معروف انه واحد تمام. هجيت اختار سيكوينشال ولا اختار استيميتورز؟ لو انت بدك تعمل شغله سريعه ممكن انه انت تروح باتجاه الاستيميتورز اسهل لك، لكن لو انت بدك تخصص اكثر ساعتها بتنزل تحت على السيكوينشال. لكن من ناحيه نتائج قديش هذا بيجيب نتائج افضل او هذا نتائج افضل، لا مش هاي القضيه. القضيه انه انت قديش انه مو يعني انه انت بدك تعمل مثال بشكل سريع. فاذا انت بدك انه تتحكم في شغلات كثيره بدك تنزل تضطر تنزل لليفل اقل شويه، تشتغل على نظام السيكوينشال زي ما حنشوف في الكونفولوشن. احنا بنضيف لكونفولوشن لايرز بروح بحطهم راح نرجع للسيكوينشال. بس الفكرة الآن دي ان ان كلاسيفاير أو ريجريسور إنه مستوى أعلى بدي أعملها بشكل سريع إنه زي هيك يعني. نغير، إحنا رجعناها هنا 1024 تمام، ونخلي نعمل نجرب نعمل خليه يعمل ترينينج أكتر. هاي 2000 هاي رن أول، شوف كيف شكل الايرور. هيك تقريبا وصل النص. لا صار اوفر فيتنج الايرور، يعني مش معناته انه خلاص انه كل ما زود للتريننج. هذا برضه حنشوفه في درس انه احنا حنشوف موضوع الاوفر فيتنج تمام. احسن من قبل، احسن ما كانت انه نتورك قصدك صغيره. إيه هذا انت معتبره افضل؟ ليه؟ زي ما حكيت لك وصلنا خط مستقيم بائن اه بنلاقي انه النقاط اللي على الخط اكثر. انا هي انفتح الصوره بعد اللي قبل شويه اه مبين، يعني هذا احسن. هذا احسن من انه احنا شلنا ال 1024 صح؟ لو أحسن من قبل 24 يعني هذا الايرور هنا كثير، يعني ما تحت على الخط. لكن طلع عندك لا بدأت انه هذا
هيك احنا موضوع الاستيميتورز خلاص بدنا نسكره. في بضل هنا اخر حاجه احنا بدي اجيبه من الدوكيومنتيشن. دائما تعود تروح على هذا المكان github/tensorflow/docs هذا الريبو, او اذا ما كنتش يعني فاكر انه سلاش تنسر فلو فهنا في عندهم عدة مستودعات. هذه الامبلمنتيشن نفسه, الكود نفسه بالسي بلس بلس تمام, وهذا الدوكيومنتيشن. فمن الدوكيومنتيشن بنروح على الدوكيومنتيشن بالانجليزي, وبعدين بنروح على التوتوريالز, وبعديها بنروح على استيميتور. في انا عندي هنا بوستيت تريز, والتريز حكينا انه هي تري اوف نتوركس, تري اوف نتوركس يعني بعمل بوستينج بنفس الفكره تمام. هذا كومبليت اكزامبل ممكن انه انت تطلع عليه وتحاول انه انت تجربه في واحدة من الكيرنلز او الكومبيتيشنز اللي انت بدك تجرب عليها. يبقى هنا الخلاصة في الموضوع اللي بدنا نطلع منها لغاية الان, انه احنا افضل حاجة في الغالب, هذا الكلام طبعا مش بالمطلق, افضل حاجة احنا وصلنا لها في الكلاسيكال ماشين ليرنينج اللي هو الاكس جي بوستينج في الغالب صح؟ تمام؟ هجيت في الديب ممكن انه انت ايش تجرب الريجريسورس او الكلاسيفاير دي ان ان ريجريسورس او دي ان ان كلاسيفاير, او تجرب الانسمبل تبعت الديب اللي هي بوستد تريز. فبالضبط ممكن انه نجربها في يعني في الكومبيتيشن ونشوف نحسب السكور. يعني ممكن اعمل 3 كيرنلز, واحده اكس جي بوستنج, واحده سواء حسب البروبلم لو كانت انه ريجريشن فبجرب دي ان ان ريجريسور, والكيرنل الثالثه اللي هي البوستد تريز. بالضبط تمام. بس هي انسمبل نعم, بس هي نعم على حد علمي لغايه الان تمام. فهذا هذا كومبليت اكزامبل على داتا سيت اللي هي تايتانيك تمام, انه كومبليت اكزامبل زي هيك, وفي الاخر انه حاسب السكور حاسبه بنظام الروك تمام. فهي 3 شغلات انه انا ممكن اسويها. فبالتالي الخريطه انا عندي زي ما حكينا انه انه اجرب الاكس جي بوستينج, ممكن اجرب دي ان ان ريك ريسور او دي ان ان كلاسي فاير, وممكن اجرب بعد هيك ال بوستد الكلاس تبعها. انا عشان اكتب الكلاس احسن اسمه هنا محضر الفيتشرز, وهنا هنا مجرب لينير كلاسيفاير في الاول, وبعديها هنا هذا في منه تنتين اللي هو بوستد تريز كلاسيفاير بوستد تريز ريجريسور. فزي هيك او خليها بنفس الترتيب,
تمام. وهي الوصفات لكل واحدة، يعني وصفة الـ XG Boosting موجودة عندك، Regressor والClassifier موجودة عندك، والـ Posted Trees نفس الفكرة بالضبط، يعني ما فيش اختلاف في الـ Examples هذول. فهذه نقدر نقول عنها إنه هي الزبدة في الموضوع، تمام؟ فهذا ممكن إنه بعدين انا برتب الارتكل هذا، اوكي، بس انه ملاحظة عشان تضلها عندكم. طيب هيك احنا بنكون خلصنا، سكرنا موضوع الاستيميتور خالص، تمام. يبقى هنا برضو الخريطة انا عندي في التنسور فلو، انه احنا لغاية الان احنا ايش خلصنا في التنسور فلو؟ اخذنا طريقتين، ايش هما بالضبط؟ تيف، كيراس، موديلز بالاس ولا بدون؟ مش فاكر. سيكوينشال، تمام. وبعديها كمان اخذنا تيف استيميتور دي ان ان كلاسيفاير او ريجريسور، طبعا اخذنا تفاصيل كثيره، كيف انه احنا نحمل من باندا، كيف انه احنا نعمل انبوت لايمج، تمام. وهنا برضو الملخص الان انا عندي في التنسور فلو، لانه احنا بدنا الزبده، احنا بدنا نركز، بدناش نضيع في التفاصيل، بدنا الزبده في الموضوع. احنا ايش اخذنا؟ انواع البيانات اللي احنا تعاملنا معها اللي هي ستراكتشر داتا، كيف نتعامل معها؟ بنروح بنحولها كونفرت to feature columns، باستخدام هاي هنا feature feature column dot. في انا عندي هنا numeric column و categorical هذا حوله one hot، وين فوق هذا؟ ايوه اوكي. with vocabulary list، احنا بنعمل خريطة، تمام. انه احنا في التنسور فلو ايش في عنا؟ سيكوينشال واستيميتورز مودلز، طبعا كمودلز، تمام. طريقة التعامل مع الستركتشر داتا انه بحولها لفيتشر كولوم، كيف؟ باستخدام هذا او هذا على حسب طبيعة الكولومز، تمام. او النوع الثاني اللي هو الايمج. في الايمج عادة انه احنا بنقراها كيف؟ فلاتن بالضبط. فهي tf dot keras dot layers اعتقد فلاتن، اذا انا مش غلطان، حاجات نتأكد منها. فبنروح هنا نعم هي هذه، هي هذه، تمام.
طبعا الفلاتن مفهوم انه هو بفرط لل يعني يعني شفنا كيف انه انا عندي الايمج هي عباره عن اكس في واي، فبالتالي بروح بفرطها كلها بحطها صف واحد انه زي هيك. ايش بتاخذ باراميتر اللي هو الانبوت شيب. الايمج بنفعش اعملها استيميتر؟ بنفع بابا، يعني انه بحضرها انه ك ك كفيتشر كولوم، لانه الفاليوز عندي هنا هي عباره عن الفاليو تبعت البكسل سواء كانت جري سكيل او ار جي بي. فهنا عشان نتاكد انه تمام، هنا الانبوت شيب اللي هي مش عارف ايش الترتيب، الهايت والويث او الويث والهايت بغض النظر انه الاتش والدبليو. تمام، هذا الكلام كتير مهم عشان احنا ما نضيعش. تمام، طيب بدنا نخلص جزئية معينة في 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 في, في التوتوريال. هنا بدنا نروح وين في التوتوريال؟ عند وين؟ احنا اخذنا ريجريشن، اخذنا كلاسيفيكيشن واخذنا الريجريشن في السيكوينشال، وهذا كلام لخصناه برضو المرة الماضية انه ايش الاكتيفيشن فانكشن اللي اختارها في الاوتبوت. يعني انا في عندي ثلاث انواع حكينا، في عندي باينري ومالتي كلاسز وريجريشن اللي هي عبارة عن one output. تمام، وشفنا الاكتيفيشن فانكشن لكل واحدة، اعتقد انه كتبتها في ارتكل اذا انا مش غلطان. ممكن تكون في الدرافت، لسه ما طلعتهاش. أنا هذا الكلام كتبته وين؟ ماشي، بطلع لكم اللينك. مش اوكي، بعيد بكتب لكم اياه في المقال عشان انه انتم يعني وصفه سهله بالنسبه لكم انه انتم تستخدموها. طيب فنرجع هنا انه احنا ايش اخذنا؟ كلاسيفيكيشن وريجريشن التكست خلينا ناجلها شويه. نيجي الان لموضوع الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، هذه الشغله كتير مهمه بالنسبه لي. يبقى احنا الان بعد ما خلصنا هذا الكلام اللي هو الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، هاي الخريطة لغاية الآن. طيب
حقيت الأسلوب الأوفر فيتنج والأندر فيتنج بما انه الاندر فيتنج الاوفر فيتنج والاندر فيتنج هو يعني مشتغلوا على تكستوال داتا للموفي ريفيوز فخلينا نشرح اول هنا هاي يبقى هنا احنا خلصنا البيزك كلاسيفيكيشن والريجريشن خلينا نشوف كيف نشتغل وشفنا كيف نتعامل مع ايمج الان خلينا نشوف نتعامل مع شغله جديده اللي هو التكست عشان هيك تعرفوا الـ IMDB صح؟ نعم داتابيز للأفلام إيش الداتابيز هذه بتحتوي؟ تحتوي على موفي ريفيوز يرى النقاد إنه هذا الفيلم إنه إيش القصة تبعته تمام بالإضافة لأنه يعني ريفيوز على الفيلم هذا فيلم ممل هذا الفيلم طويل هذا الفيلم ممتع هذا الفيلم شيق زي هيك تمام فهذه الداتا سيت اصلا بريلودد مع تنسر فلو ف IMDB بتساوي كيراس داتا سيت IMDB وهنا مقسمه ومحضره ومجهزه ترين داتا سيت ترين وليبلز ترين داتا وترين ليبلز تيست داتا وتيست ليبلز از تابلز بنرجعها من وين من استدعاء دالة اللود طبعا الداتا سيت هذه قديش فيها 55,000 موفي ريفيوز واضحه لكم واضحه على الشاشه شايفين كبر الخط شويه فهي عبارة عن 50,000 موفي ريفيوز كيف مقسمة؟ 25,000 للترين و 25,000 للتست هل في داعي ان انا استخدم كروس فاليديشن؟ ليش؟ شو السبب؟ انه كافية جدا 25,000 احتمال انه والله التست سامبل هذه انه تكون والله مزبطة حالها مع الموديل احتمال ضئيل جدا جدا او يكاد معدوم فبالتالي هنا ما فيش داعي للكروس فاليديشن فاحنا النظام تبعنا ترين وتست التقسيم الترين والتست لكن ممكن يصير في عندي اوفر فيتنج كيف بدنا نكتشفه اكيد حنشوفه في الدرس الجاي بس خلينا نشوف كيف بدنا نتعامل مع تكستوال داتا احنا لغايه الان لاحظنا انه الماشين ليرنينج الجوريثمز ايش بتحب بتحب الارقام بالضبط حتى لو كان الفيتشر هذا كاتيجوريكال بدنا نضطر انه احنا نحوله لارقام فما بالك انه يكون عباره عن تكست كيف صحيح فبدي انا لازمني انه اعمل ترانسفورميشن للتكستوال داتا انه تصير كارقام كيف هيك حنشوف كيف طيب هجيت انا المشكلة التعامل مع التكست هذه مشكلة معروفة قديمة حديثة هي High Dimensionality of Data كيف بتعامل معها؟ بتعامل معها انه
بروح كل كلمة موجودة في كل الموفي ريفيوز بروح بعملها عمود لحال. متخيل معايا؟ يعني لو اجينا عدينا كل الكلمات في الموفي ريفيوز ولقيناهم 100,000 حيكون في عندي 100,000 عمود. تخيل قديش؟ لو كان عندي 500,000 بده يصير عندي 500,000 عمود. فواحدة من الأساليب إنه إحنا نتخلص من هذه الشغلة إنه إحنا نعمل نورماليزيشن للتكست. أو في أسلوب تاني إنه إحنا ببساطة الكلمات المتكررة هي اللي بنعملها consideration والباقي بنروح نعمل له دروب. كلمات النادرة يعني لو انذكرت في الريفيو هذه الكلمة مش كتير حتأثر، ملهاش وزن كتير يعني، تمام؟ وفي برضو أساليب تانية بتروح بتركز على الكلمات النادرة، يعني هذا في الناتشورال لانجويج بروسيسنج بركز أكتر إنه هو بيعطي ويت أكتر للكلمات النادرة. لكن هنا ككلاسيفيكيشن تاسك إنه إحنا نقول هذا الريفيو بوزيتيف ولا نيجاتيف، ممكن التركيز على الموست فريكوينت مجدي أكتر، بحل لي مشكلة إنه إحنا بنعمل ريدكشن للدايمينشناليتي، تمام؟ وإنه بنحصل أكيوريسي كويسة. فإيش عمل هنا في اللود؟ قديش حدد النمبر اوف ووردز؟ 10,000. طب والباقي هيعملهم ديسكارد، تمام؟ طيب نيجي نستكشف البيانات. هنا بس مجرد انه عمل طباعة، خليني اعمل هنا run all وخليني ايش اسويه، لانه textual data برضو بتطول. بدنا نفعل الجي بي يو. كيف ننفعله؟ على change runtime type، وهنا بختار انا في عندي جي بي يو تي بي يو. ايش الفرق بيناتهم؟ لا هما يعني الاثنين بيتعاملوا مع التنسورس. الجي بي يو هو الجرافيك كاردز اللي احنا بنعرفه، تمام؟ وزي ما شفنا انه اللي مركب على الكولاب على الـ على الـ على الاجهزه تبعتهم اللي هو تسلا كي 180 إذا ما كنتش غلطان. أما التي بي يو هو عبارة عن سبيشال هاردوير. مين طوره؟ جوجل. إيش الوظيفة تبعته؟ الوظيفة تبعته زي الجي بي يو بالضبط، بس الفكرة في الموضوع إنه خلاص إنه هو بده يعمل سبيشال هاردوير إنه يعني إنه يعني يعمل عمل الجي بي يو ويكون أوبتمايزد أكتر. طبعا في دراسات انه بتقارن البرفورمانس بين الجي بي يو والتي بي يو، فبيلاقوه في يعني في تاسكس معينه انه التي بي يو اعلى، وفي تاسك تانية انه البرفورمانس كومبارابل. مش موضوعنا الفكره، ما دام انه شغلتين متاحات فممكن انت تستخدم اي واحده منهم، تمام؟ هيك صار الجي بي يو مفعل. وخليني اعمل run all عشان نكسب الوقت بينما انا بشرح، لانه شويه بيطول الاكسكيوشن. طيب هاجيت هنا بحاول انه هو يعرض لي جزء من البيانات، عرض لي اللين تبع الترين والليبلز. قديش تتوقعوا النتيجة؟ 25,000 لترين، والواي برضو 25,000. هنا ايش بيسوي؟ ترين داتا او في الزيرو، بعرض لي اول ريفيو. لسه بيحمل قاعد. يبدو انه مختار فيرجن 14. هاي كمان مره هنا 1.15. لا في اشكاليه، فخلينا انه ناخذ الكود من وين.
ناخذ الكود من زي ما احنا شفنا سابقا اللي هي وين ما احنا كنا نعمل تراي يعني هم لسه عمالهم بيعملوا ابديت على دوكيومنتيشن تبعهم على الاكزامبل فممكن ناخده من هنا بشكل سريع هاي الجملة مع الامبورت فممكن نستبدلها هنا نرجع نعمل ريست و ريستارت هاي ريست وهي ران اوف وهذه بدنا نعملها بدنا نعطلها هذه عشان الاوتبوت ينحفظ عندي هنا عشان انه انا ماخذ انه انا فاتح هنا من الاكزامبل تبعهم على الجيت هاب فيفضل عشان احفظ الاوتبوت وينحفظ لنا الاوتبوت لما اجي اشرح عليه انه يكون الاوتبوت محفوظ الحل هنا انه انا اخذ منه نسخه زي هيك فبصير انه خلص التعديل بنحفظ انا عندي صار زر يعني في الأول كان زر الحفظ مش فعال هنا صار نعم IIMDB وهنا بروح بفعل في الران تايم هذه بشيل التشيك إيش السبب إنه أنا بدي الأوتبوت تبع النوت بوك ينحفظ في النوت بوك نفسه ما فيش داعي لما باجي اشرح عليه كمان مره انه اعمل له ران خلص الاوتبوت بيكون محفوظ فهي الشغلات انه هذا نسكره مبدئيا وهنا يبقى اتفقنا انه هذه ما بدناش اياها رانور يبقى خلاص هاي تنسر فلو انا متاكد انه هي سيلكتد وهي تي اف فيرجن 2 تمام هيك بعمل داونلود للموفي ريفيوز هنا عرض للترين 25000 و ترينينج داتا والليبل تبعتها 25000 هاي اول ريفيو اول ريفيو هو عباره عن ايش هي 1 14 22 هذا عباره عن ايش كلمات بس او بالاحرى الانديسيز تبعت الكلمات انا رحت عملت ماب لانه هالجيت حيجي يعمل ديكود لهي الكلمات انه 1 يعني كلمه كذا 2 يعني كلمه كذا 3 كلمه كذا فبهذا الشكل تمام فبالتالي هذه واحدة من طرق التحويل طبعا التست او عفوا الترين قديش الطول تبعه 218 هذا اول ريفيو 218 ثاني ريفيو قديش 189 هذا كلام منطقي ولا مش منطقي منطقي لانه ريفيوز الاطوال تبعتها مختلف هذه مشكلة تانية هذا
هيت احنا اتفقنا انه احنا بنتعامل مع البريلودد داتا سيت مع تنسر فلوت الاي ام دي بي. في اللود هي حضر لي اياها زي هيك، والان في الترين انه بكون اصلا هو مجهزها انه عامل ماب كل كلمه حاطط مكانها اندكس، اعطى لكل كلمه اندكس وزي هيك. فبالتالي انه السيكونس انت لما تيجي تطبع زي هيك انه في هذا الريفيو انت عندك اول كلمه ذكرت مطبوعه بكلمه 14 مطبوعه بكلمه 22 وهكذا. هدول الكلمات ايش هم؟ هلقيت حنعملهم ديكود. فالديكود انه احنا بدنا نعمل نعرف الوورد اندكس. الوورد اندكس هو معرف بشكل مسبق. عدنا حنشوف كذلك في مثال تاني كيف احنا نعمل اندكس للكلمات انه هذه بريلودد. لو احنا بدنا نحمل تكشوال ديتا كيف نعملها اندكس؟ برضو في لها وصفه، تمام. بس احنا الان بنفهم الكونسبت. ايش الكونسبت؟ انه احنا بنحول الكلمات لارقام، انه عملت انديسيز. فالوورد اندكس الانديسيز تبعت الوورد من وين جبتها؟ من اي ام دي بي جيت وورد اندكس. يبقى خلص صارت الانديسيز كلها صارت موجوده هنا. طيب طبعا اول ثلاثه محجوزه. ايش هي؟ هي 0 1 2 3. فعشان هيك انا رحت جبت الانديسيز تبعت الوورد، بديت انه هاي الكي والفاليو زائد 3 4k في ان دوت ايتمز. معنى كلام هذا انت بتفهم انه هذه عباره عن اندكس، تمام. ايش الاندكس هذه او ايش الدكشنري هذا؟ عفوا انه هو عباره عن دكشنري. ايش الدكشنري هذا؟ فهذا الكلام ممكن انا افصل لك اياه هنا. زي هيك، وعشان انت تتخيله شوف كيف شكله. عبارة عن ديكشنري، متخيل معايا صلاح؟ يبقى هاي الكلمة هاي الاندكس تبعها، هاي الكلمة هاي الاندكس تبعها. زي هيك كي وفاليو. يبقى الكي عبارة عن الكلمة والفاليو هي عبارة عن الاندكس تبعها، والديكشنري الكي بتكررش، تمام. حكيت حنعمل ديكود كيف يعني فيش كلمات متكررة. هو حيجي زي ما احنا شفنا في الدكشنري، الان بروح بعطي لكل كلمة اندكس، تمام. فبيجي مثلا كلمة from صدفته اول واحدة، ايش راح اعطاها؟ الاندكس مثلا 3، لانه احنا حكينا اول يعني اندكس 4 لانه اول 3 حكينا انه محجوزات، تمام. بعديها صادف كلمة تانية 2 اعطاها الاندكس 4، عفوا 5، احنا بدينا من 4 اداها 5، رجعنا لفروم كمان مره بتقول انه هو مرت عليا والاندكس تبعها 4، تمام. زي هيك هذه الداله ايش بتسوي؟ او عفوا مش الداله، احنا بدنا نجيب بالعكس، بدنا نعمل ريفرس. يبقى انا عندي هنا الكي عباره عن الكلمه والفاليو عباره عن الاندكس. احنا ايش بدنا نسوي؟ ديكشنري معكوس. الكي راح يكون عبارة عن الاندكس والفاليو الوورد. كيف عكسناها؟ هيو ببساطة. يبقى هنا reverse word index عبارة عن dict، عمل له cast لdict value key for key value، بس مجرد عكس، تمام. هنا طبعا in word index dot items، وهذه الدالة بتعمل ديكود. ايش الديكود معناته؟ انه بنحول الانديسيز لووردز. فايش بديله هنا؟ بديله داتا، تمام، وروح بعمل جوين وبروح بستدعي الريفيرس. كيف بستدعي الريفيرس؟ انه هذا عبارة عن هاي 14، يبقى بديها للديكشنري انه هاي الكي 14، ايش الفاليو تبعته؟ برجع لي الوورد بالضبط. فهنا ايش بيطلع؟ الريفرس انه زي هيك. عملنا ديكود لترين اوف 0، تمام. ايش طلع عندي؟ ستارت
This film was just a brilliant casting, location, scenery, story, إلى آخره. طبعاً واضح إنه هذا positive. إنه هذا review positive. نيجي للمحجوزات هدول. صحيح هذه شغلة من النورماليزيشن يعني. صحيح. لا مش بالضرورة. Brilliant casting location. لقيت بعد. Brilliant casting location scenery story direction everyone's really suited. في النقاط مش موجودة. لانه هذه اشكاليه لانه انا في يعني واحده من اساليب النورماليزيشن انه حكيت لو لانه انا عندي البانكشويشنز لازقه في الكلمه فبالتالي انه لو جيت انت حكيت هاو وفي انت عندك جمله ثانيه فيها هاو ار يو فراح يعتبرهم كلمتين مختلفات في واحده من اساليب النورماليزيشن انه احنا ايش بنسوي هذه بدها تصير هاو زي هيك وفي اسلوب تاني اور انه بتروح بتعملها ديسكارد لانه انا بدي اشوف هل البنكشويشنز مهمه انه انا احدد بوزيتيف ولا نيجاتيف فانت بتصير انه انت ممكن تجرب البنكشويشنز وبدون بنكشويشنز فحتلاقي انه سلايتلي ديفرنت فبالتالي ديسكارد وريح راسك تمام طبعا هذا موضوع النورماليزيشن كتير مهم انه راح تلاقي فاريشنز كتيره وهنا هاو ار يو ممكن انت تلاقيها بهذا الشكل وممكن تلاقي انه يو ار جود داتا ساينتست ا جود داتا ساينتست وهنا علامه التعجب وممكن Is that you thank you كم variation لليو صار في عندك هاي واحدة هاي تنتين هاي ثلاثة هاي أربعة هي كلمة واحدة النورماليزيشن ضروري جدا واحدة من أساليب النورماليزيشن شيل البنكشويشنز لانه انت عندك باينري كلاسيفيكيشن جاست بوزيتيف ونيجاتيف لكن لو انت بدك تاسك انه فاين انه انت بدك تدور على شغلات ثانيه ممكن البنكشويشنز تكون مهمه فبالتالي انه النورماليزيشن تبعها انه ايش بتسوي بتروح بتضيف لها سبيس فهذا في السبيسنج انه هذا ايش حتصير بس انه حط لها سبيس بس فخلاص بتصير انه الساينتست بتعرف عليها انه هي ماتشد مع الكلمات الثانيه انه هي في عمود لحالها ماشي ما انا بقول لك انه انت جرب بانكشويشنز وبدون بانكشويشنز فحتلاقي انه مع اللارج اماونت اوف داتا فبتصير انه البانكشويشنز مش هالاثر الكتير فبالتالي ديسكارد وخلاص على اكسبيرمنتالي وهذه يو ايش بتصير زي هيك يو سبيس نقطه تمام تمام طيب نرجع لهدول المحجوزات واضح يا جماعة؟ إذا عندك أي سؤال لا تتردد في السؤال. طيب. حكيت أول واحدة محجوزة
للباد حشوة. ليش؟ عشان نعالج مشكلة الأطوال المختلفة. مش احنا شفنا قبل شوية انه انا عندي ايش؟ عندي اول ريفيو قديش طوله 218 والثاني 189، فنعالجهم انه نفس الطول. فايش بدنا نسوي؟ اللي اقل بدنا نحشوه ب ب بالبات بالحشوة. يبقى الاندكس تبعه قديش؟ زيرو. والفاليو هاي بات. وفي انا عندي الستارت، هذه عبارة عن ماركر لبداية الريفيو، تمام؟ والاندكس تبعه واحد. فينا عندي الانون، مين يحكي لي ايش؟ مش كاركتر، كلمة. احنا بنتعامل مع كلمات هنا، لسه في عندي برضو كاركتر ليفل. احنا بنتعامل هنا وورد ليفل، خلي بالك. هذه كلمة مش معروفة، مش مفهومة، ملهاش معنى. كمان محاولة. أي حاجة غير 10,000 unknown. مش احنا اخذنا الموست فريكوينت 10,000، تمام؟ فقلت لو اجاني ريفيو في كلمه مش موجوده احنا ما اخذناهاش من ضمن ال 10,000 هذه، كيف بدي اتعامل معها؟ بستبدلها بالانون، تمام؟ ضايل عندي اخر حاجه اللي هي الانسين. وما تلك؟ ايش الانسين يا حاول؟ انسين ما نشافش، مش مستخدم، مش unused. unused اوكي سوري. ايش الانيوزد؟ ما استخدمناهاش وين؟ كيف؟ وين تحديدا؟ في التست، تمام؟ يبقى في التست انت عندك ممكن تمر عليك كلمات انت ما مرتش عليك انت في الترين، فبالتالي انه unused. طيب هاي عملنا ديكود. ايش بدي اسوي هنا؟ بدنا نعمل ديكود لا استدعي هاي الداله وانه الريفيو الاول، نشوف كيف شكله. عفوا هذا الريفيو زيرو وهذا الريفيو الثاني اللي هو واحد. هذا في اوكي باد ميوزك، واضح انه تيرابل موفي، واضح انه نيجاتيف. لقيت ليش التاسك هذه ديفيكولت؟ لانه واضح انه هذا الريفيو نيجاتيف، بس لاحظ انه هنا اي لاف تشيزي هورر موفيز and I have seen 100 but this had انه هذا كان اسوأ واحد في منهم بالضبط. فانا لو بدي اجي اطلع على الكلمات انه والله هذه الكلمه انه هي بوزيتيف، لكن هي محطوطه في السياق انه انا بحب افلام الرعب وشفت المئات منها، لكن اسوأ من هيك ما شفتش. هذه الجمله الاخيره عشان هيك التاسك هذه difficult، عشان هيك التاسك هذه
difficult. بتلاقي إنه في the state of the art إنه حسب بتلاقي إنه الأكيرسي بتتراوح من 60% لغاية ممكن إنه إحنا نحسن لغاية نجيب 70% 90% تمام؟ ولكن بعد جهد جهيد يعني لأنه هي فعلياً challenging إنه أنت بدك تخلي المشين smart enough إنه تعرف السياق كله بالكامل إنه ممكن أحط كلمات positive واستخدمها في السياق negative إنه تقدر تتعرف على هاي الشغلات تمام؟ ماشي ممكن انه انا الاقي الكلمات البوزيتيف طيب افلح ان صدق هذه بوزيتيف ولا نيجاتيف كلمتين بوزيتيف لكن كلها على بعضها نيجاتيف فانه الكاونت انه انا اعد قديش عدد الكلمات البوزيتيف عدد الكلمات النيجاتيف مرات ما بتزبطش تمام طيب لغاية الآن الأمور تمام؟ طيب نحضر البيانات نبدأ الآن في تحضير البيانات إيش بدي أسوي في تحضير البيانات؟ هجد في عنا خيارين ممكن انه احنا نحضر البيانات انه احنا نحول ل الري اوف فيكتور فبالتالي بتصير 0 و 1 معناه ذلك انه 0 انه الكلمه مذكوره 1 0 الكلمه مش مذكوره و 1 الكلمه مذكوره تمام فبالتالي هذا بيولد انا عندي high dimensional data تمام فبالتالي انه هذا الابروتش بتطلب ذاكرة كتير كبيرة متخيلين معايا كيف يعني الاسلوب انه احنا بنحول التكشوال داتا لماتريكس كيف بيكون شكل الماتريكس بيكون زي هيك انا عندي السجلات عبارة عن documents reviews نعم يا أستاذ التكست بلوب هو عبارة عن pre-trained model تمام بزبط في شغلات معينة ممكن ما يزبطش في الدومين تبعك فبالتالي انه انت تصير تستخدمه انه تستخدم pre-trained model يعني هو للموفي ريفيو بدك تيجي تستخدمه مثلا للبرودكتس يعني تخيل انه انت بدك تعمل موفي ريفيو لسنتمنت اناليسيس للبرودكت ريفيو تيجي تقول انه والله this pen very bad انه يا دوب كتبت فيه خطين لو خلص هل بنفع انه انت تيجي تستخدم انه الفوكابلري والتكست والبري تريند موديل تبع الموفي ريفيو لا تمام هذه شغلة الشغلة الثانية الموديل المبني في التكست بلوب أصغر من هذا بكتير إحنا مستخدمين هنا 50,000 تريننج ريكورد هناك أنا متأكد إنه هو أقل بكتير مش عارف قديش بالضبط لأنه أنا اشتغلت عليه بس أقل بكتير تمام فهذا أشمل أكتر طيب نيجي نرجع الآن إنه إحنا في طور تحويل التكست لماتريكس الأرقام نتخيلها زي الباندا فأول أسلوب إحنا إيش بدنا نسوي بدنا نروح نبني مصفوفة كبيرة إيش الصفوف تبعتها هي عبارة عن الريفيوز وإيش الأعمدة عبارة عن كل الكلمات W0 W1 W2 إلى آخر إيش بصير زي هيك عفواً اثنين المفروض تكون هنا اوكي هجيت الريفيو الاول الورد زيرو مذكورة فيه لا
وورد واحد مذكورة؟ آه. وورد اثنين؟ آه مذكورة. وورد ثلاثة مش مذكورة. وهكذا. واضح؟ مش احنا اخترنا انه احنا بدنا 10,000 وورد، فهنا حيكون الوورد من زيرو لغاية 10,000. صحيح، بس اخذ ايش؟ الموست فريكوينت، والباقي حطه انه يعني انه بعمله انه بحطه بال بالمحجوز اللي هو اتفقنا انه يكون ايش؟ انه لا. قديش عدد الموفي ريفيوز؟ 25,000 للترين. تمام؟ متخيلين قديش انا عندي محتاج، يعني قديش حجم الماتريكس، قديش بدها ذاكرة. تمام؟ فهذا الاسلوب مش مجدي بالمرة. هذا الاسلوب مش مجدي بالمرة. هذا هو الاسلوب الاول اللي شارحه هنا. ايش الاسلوب الثاني؟ انه احنا نعمل باد للاريز، فبالتالي كلها بتكون نفس الطول. تمام؟ فبالتالي بنروح بنعمل انتجر تنسور. ايش الشيب تبعه؟ حيكون الماكس لينث ضرب عدد الريفيوز. تمام؟ بعديها بروح بنستخدم حاجه اسمها وورد امبيدنج عشان تعالج هذا الشيب العالي، تروح تنقص لي. ايش الوورد امبيدنج؟ اوكي، خلينا اورجيكم هاي الصورة مباشرة. هذا؟ لا هذا مش تكرار. هذا اندكس للكلمة. انديسيز يعني مش فريكوانسي. فريكوانسي واحدة من الأساليب الثانية، يعني واحدة من الأساليب زي هيك. يعني احنا عندنا بس الريفيو مش فيه كلمات. بالضبط. بس مش شايين تحت بعض. يعني مش جايين في نفس الكولوم. يعني الريفيو الأول والريفيو الثاني كلمة ديس بتكلم فيهم مرتين. مش جاية الخمسين انديسيز. لا لا، انت لو جيت اطلعت هنا لا هي مرتبين بشكل انه هاي انا عندي 1 14 22 16 43 500 كيف يعني مش ايش بتقصد مش مرتبين؟ يعني هم مش كولوم في بعض، مش انه في كولوم كلمه ديس كولوم كلمه اند كولوم كلمه بريفيا كولوم، لا مش
كل واحد معمول له انكودينج باستخدام الارقام بالضبط. يعني هذا محطوطه انه تم تحويلها لسيكونس، انه يعني كليست، يعني انه انت عندك في هذا الريفيو انه الكلمه الاولى مذكوره مطبوعه بكلمه 14 مطبوعه بكلمه 22. ايش هدول؟ عبارة عن انديسيز لكلمات. واحد بتعني كلمة كذا، 14 بتعني كلمة كذا. اللي بنعمله هسه احنا بنحطهم في فورمات يكونوا مرتبين؟ لا، في واحدة من الأساليب إنه لا السيكونس، إنه احنا بدنا ناخذ السيكونس أو السياق في الموضوع، هذا حيكون في الـ RNN. Recurrent Neural Network عندها القدرة إنه هي تستوعب السياق، إنه هذه الكلمة مسبوقة بكذا ومتبوعة بكذا، فبالتالي إنه بصير لها فيدينج في النتورك، فبالتالي الأوردر مهم. هنا أنا تعاملت معها إنه as unstructured data، فبالتالي الأوردر هنا لغيته نسفته خالص. على الرغم من إنه هاي الشغلة مش كويسة، ولكن إنه بتجيب نتائج كويسة. هجيت في البريبريشن في عنا اسلوبين. احنا بدنا نرتب الداتا ست انه تشيل تصير كماتريكس. بالضبط. زي الباندا داتا فريم اللي احنا تعودنا عليها. فانا ايش بده يكون في عندي هنا في الصفوف؟ عباره عن الريفيوز R0 R1 R2 والاعمده هي كل الكلمات اللي احنا عملنا لها كونسيدريشن ال 10000. فبصير الفاليوز هنا تقاطع الريفيو مع الوورد، هل هذه الكلمة مذكورة ولا لا، حيصير 0 و 1 زي هيك. تمام؟ كلمة ديس مذكورة في الريفيو مرتين، بقول انه هي خلاص موجودة، هاي هو 1 باين. هادول بتكرروا الكلمات الريفيو كثير. طبعا بطبيعة الحال، يعني هنا انه في ريفيو 2 وورد 0 مذكوره، بينما في ريفيو 0 مش مذكوره. هذه قد تكون انه هي مذكوره في الاثنين، هذه مذكوره في هاي بس، زي هيك. تمام؟ واضح يا جماعه؟ مش احنا طبعنا ريفيو اوف الواحد؟ احنا طبعنا الديكود تبعها، لكن هنا هذه ما طبعناهاش. فانا بدي اورجي لك هنا لاحظ انه هيو انت عندك اربعة، هيو يعني طبع لك اياها زي هيك، 1 94 194 1153 وهكذا. فهنا على سبيل المثال أنا عندي هاي أربعة، هاي مذكورة هنا وكذلك مذكورة هنا مذكورة هنا. لو شفنا أربعة إنه هي متكررة كتير، وهي هاي هذه عشان هذه السبب إنه إحنا بعد ما عملنا بادينج مش من الأول، إنه هاي الزيروز شايف البادينج إنه كمل الطول تبع الفيكت تبع لانه احنا انا عملت رن اول وترجع تعمل رن ثاني بيطلع لك زي هيك. فانت هيك ايش بدك تسوي؟ فبتعمل رن اول من اول وجديد، فهذا بيطلع مختلف. النوت بوك هاي الشغله اللي كثير انه ممكن، يعني هاي العيب الوحيد فيه، يعني انه انت لو رجعت طلعت فوق وانت مشغل حاجه تحت بتاثر عليه. فبالتالي هاي اوف الواحد، هنا ما فيش بادنج، هاي اوف الزيرو اوف الواحد، هنا ما فيش بادنج. تمام؟ طيب نرجع للوورد امبيدنج.
ايش الوورد امبيدنج؟ هو عباره عن ترانسفورميشن، انه بروح بحدد الكلمات المترابطه مع بعض، بروح بعملها ماب في 1 دايمنشن. فبالتالي بروح بتعلم على التريننج داتا انه على سبيل المثال انه في علاقه بين المان والوومن، الكينج والكوين. هذه انا لو كنت مركز على الدومين انه ميل في ميل. اما مثلا على سبيل المثال فيرب تنس، انه بيقدر يكشف انه في علاقه بين الووكينج والووكت، انه هذا البريزنت تنس وهذا الباست، زي هيك. وممكن يكون في عنده القدره على الربط بين كل مدينه، كل بلد والكابيتال تبعتها والعاصمه، سبين مدريد، ايطاليا روم، جرماني برلين، تركي أنقرة، روسيا موسكو، وهكذا. كيف مع الأكورنس مع بعض؟ يعني على سبيل المثال إنه التقى الرئيس مش عارف أبصر إيش في العاصمة الروسية موسكو، وبالتالي إنه هذول التنتين بتذكروا مع بعض بشكل متكرر في الأخبار أو في النصوص أنا عندي. فبالتالي إنه بيكون عنده القدرة إنه النيورال نتورك إنه يصير في ربط بيناتها، إنه كأن يعني كفيتشرز. طبعاً هذا كلام بعد التريننج. في أنا عندي طريقتين، يا إما بقدر أربطهم بنظام ستاتيستيكال أو باستخدام النيورال نتورك. فبالتالي هنا في الوورد إمبيدنج بدي إياكم تتخيلوا معايا إنه أنا عندي هنا input neurons high dimensional، هذه عالية كتير، تمام؟ وهنا الـ output عبارة عن neurons بدرجة أقل. يعني هذه لو كانت N وهذه M، عادة الـ N بتكون أكبر، ولو بدنا نعمل اكبر بكتير كيف بدها تكون اكبر؟ اكبر يعني زي كمان واحده من الام. فهذه عباره عن connections weights زي هيك، فبالتالي هو المفروض انه هو بده يتعلم انه والله لما يكون عندك الانبوت هذا والانبوت هذا، هنا سبين وهنا مدريد، طبعا هنا في ايه لحظه تاعون برشلونه يزعلوا، بده يصير لهم مابينج هذول اثنين لوان نيورون هنا زي هيك بهذا الشكل. فبالتالي هدول الاثنين يفترض انه يتعلم انه يعمل لهم مابينج ل 1 دايمنشن. فبالتالي فعليا ايش صار في عندي؟ دايمنشناليتي، قول معايا، ريدكشن، وهو المطلوب. يبقى احنا هيك ضربنا عصفورين بحجر واحد، قللنا الدايمنشن والشغلات الريليتد مع بعض، رحنا دمجناهم في 1 دايمنشن. طبعا طبيعة الحال، بالضبط طبيعة الحال. فبالتالي كل المرادفات تبعت تيرابل بصير لها مابينج في 1 دايمنشن، كل المرادفات تبعت الهورر موفيز بصير لها مابينج في 1 دايمنشن زي هيك، تمام؟ واضح يا جماعة؟ طيب هنا في هذه الخطوة ايش بدنا نسوي؟ احنا اتفقنا انه اطوالهم مختلفة. ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل حشوة، بالضبط. كيف؟ انه هايو ترين داتا بتساوي كيراس بري بروسيسنج سيكونس باد سيكونس، ايش اديته؟ للترينينج داتا. وهنا اديته التست داتا، تمام؟ فهنا جاب لي اطوالهم بعد ما عمل بادنج، فبالتالي طولهم نفس الطول 256.
ونيجي نشوف الأو يعني الأولاني هنا هيو هذا هذا الكمالة تبعته هيو بادنج عشان يصير نفس الطول زيروس حشوة هاي تمام؟ نعم بده يورجي لك انه الاول والثاني والثالث والرابع لغايه اخر عنصر في التريننج انه كلهم صاروا نفس الطول تمام طيب ناخد بريك وبعديها نشوف الموديل هيك نهاية خلص حضرنا البيانات لغاية تحضير البيانات واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذا في حدا عنده أي حاجة مش واضحة في تحضير التكتشوال ديتا للنيورال نت يقول أنا عندي شي عادة قديمة إذا أنت تفوت جوا الموديل بقى تفوت مش مرتبة يعني هتفوت مش مرتبة لا يعني أنا هعطيك شيرين أنا إيش حدي له؟ حدي له هدول حدي له هذا حدي له فيكتورز كلها نفس الطول إيش المحتوى تبعها؟ عبارة عن الإنديسيز تبعت الكلمات بدون ما يكونوا مرتبين إنه لك يعني إنه كل واحدة يعني هنا هو في الزيرو هنا يعني مذكورة كلمة الأولى بعديها 14 بعديها 22 لو جيت طلعت اوف الواحد هتلاقي ترتيب مختلف 1 94 1351 ترتيب مختلف تماما فبالتالي هنا الطريقه الثانيه للدروب اللي في المابين لا احنا لسه في الطريقه الاولى فجيت احنا بدنا نمرر فيكتور طوله قديش 256 حضرنا كل الريفيوز انه تكون طولها كلها 256 كلمه واللي اقل من 256 ايش بده يصير فيها حشوه هاي زيروز صحيح بس حكينا ان الطريقه هذه مش مجديه وبتتطلب ذاكره كتير استخدمنا الثانيه انا خلطت بالثانيه انه انت بدك انه الاوردر او السياق ما يكون موجود هدف الريكرنت بده يكون في عندك كل كلمة بالضبط بس هذه مشكلتها انه بدها هيوج ميموري بدها كتير ذاكرة فقلت احنا ايش بدنا نسوي بدنا ناخد ال 256 هذا بدنا نمرره وين على الوورد امبيدنج لاير حيكون مسبوق للدنس لاير يعني هنا لو جينا طلعنا على الموديل بشكل سريع شوف كيف انه هيو سيكوينشال زي ما تعودنا عادي انه انا في عندي اثنين زياده ايش هما الامبيدنج والافرجنج وبعديها برجع دنس عادي احنا اخذنا في الاول دنس عادي ايش ضفنا له في الاول امبيدنج شو الهدف شغلتين ريدكشن وانه ريليفنت ووردز انه يصير لها مابينج في نفس المكان بالضبط حقيت هو ما هو هذا مفهوم للتريننج مش حقيت انا باجي بعمل له فيد حقيت اللاير هذا اللي هو المسبوق تبع يعني هنا هذا امبيدنج لاير تمام الى اخره تمام هنا راح يكون في عندي دنس لاير وهنا كمان حيكون في عندي دنس لاير وهي الاوتبوت انه زي هيك حيقول لي انه هو بوزيتيف ولا نيجاتيف الريفيو حقيت من حساب الايرور باجي بعمل باك بروباجيت بقول له خلي بالك انت الاوتبوت اللي طلعتي لي غلط عدل اوضاعك ظبط الويتس تبعتك مع التريننج بيكون عند القدره عند الامبيدنج لاير انه هو يظبط اوضاعه بحيث انه يعمل مابينج صح بحيث انه يكون كلاسيفيكيشن صح بالضبط انت بتقول هو ايش حيعرفه من خلال التريننج كم ايبوك كتير من الايبوكس تمام
يبقى هنا الانبوت انا عندي الفوكاب سايز 16 10000 تمام، والاوتبوت حيصير لي انا عندي 16. ممكن اجرب اوتبوت يعني انه دايمنشن مختلف، انه في الامبيدنج انه هنا ممكن يكون 16، انه هذا 16 هيو الدنس اللي وراه برضو حيسلم منه 16 زي هيك. ممكن اجرب 32، ممكن اجرب بجرب كذا قيم وبشوف حسب الايرور. تمام. كمان مره اذا في اشي مش واضح، انا عارف انه الموضوع تف شويه ولا كتير، اذا في اشي ما تترددش في السؤال. واضح؟ صعب ولا سهل؟ في نوعا ما. تمام. هي الايمجز والتكست والسبيش بغلب شويه، اما الستركشر داتا لا، بناخده رو داتا يعني ويف ساوند، وبنطلع برضو منه ارقام زي ما اخذنا التكست كلمات طلعنا منها ارقام، هداك بناخد ويف وبرضو بنطلع منه ارقام. الفيديو بناخده كفريمز، يعني الفيديو هو عبارة عن مجموعة من الفريمز، والفريمز هي عبارة عن صور، فبالتالي سيكونس اوف ايميجز حيصير. ف خلينا عندك لما تشوف انه احنا في الكونفولوشن الان، هلقيت بعد ما نخلص هذه يعني ان شاء الله نقدر ندخل في الكونفولوشن اليوم. عندك تشوف انه في الكونفولوشن انه انت بتركب طبقات فوق بعض، كل طبقه بتتولى حاجه. نعم زي هيك، يعني احنا هنا بس مجرد انه احنا ضفنا طبقه انه تعمل لي وورد امبيدنج، والباقي دنس عادي. ونفس الاشي بالنسبه للكونفولوشن، هلاقي انه في عندي طبقات كونفولوشن لايرز هي بتتولى موضوع اكستراكشن للفيتشرز، وبعديها بيجي دنس عادي. عشان هيك صحيح. في حدا عنده سؤال كمان يا جماعه؟ هاي بدي اديكم البريك، يعني هيك انه انت تشاور نفسك اذا بدك يعني تطرح سؤال يعني بعد البريك. اوكي خلينا نستأنف. احنا وصلنا عند النقطه هذه انه انا عندي بدنا نحضر الموديل. بعد ما حضرنا البيانات طولها 256 تمام، وصار بادنج ل الريفيوز اللي عدد كلماتها اقل من 256 بالزيروز تمام. والان بدنا نعرف الموديل تبعي. فالموديل تبعي هو عباره عن كيراس سيكوينشال، بنضيف عليه طبقه هذه طبقه امبيدنج. ايش بتاخد؟ انبوت 10000 هي الفوكابلري سايز، قديش بتطلع؟ 16000. فبالتالي بدها تعمل مابينج من 10000 ل 16000 تمام. طبعا طبقه الامبيدنج بلزمها وراها طبقه افريجينج او بولينج، افريج بولينج تمام. وبعد هيك الطبقات اللي بتيجي وراء اعتياديه عادي، انه هنا 16 انه هذا باخذ 16 من هذا تمام. دنس لاير والاكتيفيشن تبعتها ريلو، والاخيره انه واحد. ليش واحد؟ لانه زيرو هي بوزيتيف ونيجاتيف، زيرو واحد بهذا الشكل تمام. سيجمويد هاي الموديل سمري. فبالتالي هنا عدد البارامترز كلها تبعت الامبيدنج، هنا عندي 16000 لانه 6 في 10000 160000، 16 في 10000 160000 تمام. وهنا انا عندي في الطبقه الثانيه اللي هي هذه 16 في 16 بيطلع انا عندي 272، فبيطلع عندي 160289، هدول الترينابل باراميترز تمام. طبعا هذه البروبلم باينري، فبالتالي المناسب انا عندي اللوس في الاوبتمايزر، اوبتمايزر ادم، واللوس هو عباره عن باينري كروس انتروبي، والمتريكس هي اكيرسي
تمام. طيب الان بدنا ناخذ من التريننج ونعمل فاليديشن سيت. فالفاليديشن سيت هي عباره عن ايش؟ اخر 10,000. فبالتالي قديش ضل معي في التريننج؟ 15,000. هم 25 اخذ منهم 10 للفاليديشن، صار فبالتالي الفاليديشن هنا اخر 10,000. تمام. وهذا الكلام عملناه للترين داتا وللليبل. كيف؟ ممكن يستخدم السبليت، بس الداتا اصلا ما دام انت عملت لها لود من هنا، لود فوق انه هي اصلا بريبيرد وشفلت وكل هذا يعني مرتبه بالضبط. يعني امورها مرتبه يعني. لا عفوا، هنا مش اخر 10,000، هنا اول 10,000، هنا من الاول لل 10,000، وهنا انه من عند ال 10,000 للاخر. فبالتالي هنا احنا كيف بنشوف الشيب؟ لا اللين. نعم. فبالتالي هنا ممكن نحط لين للإكس فال 10,000، إنه هذه كمان مرة من أول للعشر تلاف، وهنا من 10,000 للآخر. فمن 10,000 للآخر اللي هي عبارة عن 15,000، وهي اللين تبعها. ممكن نعملها هيك يطلع لي إياها كتابل أحسن، إنه في سل واحدة 10,000 و15,000. تمام. ونفس الشيء بالنسبة للواي. تمام. بعد هيك ترينا الموديل. طبعا عشان اعمل بلوت بدي اخزن نتيجة الفت في هيستوري. ايش اديته؟ partial train x، partial x train، partial train y، والايبوكس، والباتش سايز، والفاليديشن داتا. تمام. فهو حيلف 40 ايبوك، هاي هم، وهي انا عندي ايفالويت للريزلتس قديش انا عندي. هذا عباره عن اللوس، وهذا عباره عن الاكيرسي 87%. فبالتالي احنا جبنا تقريبا 87%. هنا بحكي لي انه احنا ممكن نستخدم ادفانسد ابروتش بحيث انه نوصل النسبه لغايه 95، هو بقصد في الار ان ان. حنصل ان شاء الله لما نصل للار ان ان. نيجي الان انه بوزيتيف وبالضبط بوزيتيف ونيجاتيف. يعني هنا ممكن انه احنا نشوف كيف هنا فوق لما عملنا لود للداتا سيت، هاي ترين داتا، ترين ليبلز، تيست داتا، تيست ليبلز. فهنا احنا عملنا ترين اوف الزيرو. ممكن اننا نضيف سيل ونقول برنت او بدون برنت. هنا ترين ليبلز اوف الزيرو. هذا واحد حكينا انه واضح انه هو بوزيتيف، وهذا حكينا انه واضح انه هو نيجاتيف، يفترض انه يطلع زيرو بالضبط. نعمل ايه؟ لا ما ممسكش فيهم. مش الليبل زيروز واحد وانز. نعم. هنا في الموديل دوت فيت، هنا اكس ترين واي ترين، وفاليديشن داتا اللي هو الاكس فال والواي فال.
هيك خلص الايبوكس كلها. والايفالويشن حكينا انه 87 اكيورسي واللوس هيو هالقد تمام. وحكينا انه ممكن نوصل لغايه ال 95 باستخدام الار ان ان. طيب هنا بده يعمل بلوت. عشان تعرف تعمل بلوت فممكن انه تاخد هذا history dot history اتخزنه في الديكشنري هذا وتشوف الكيز تبعه ايش الاعمدة real loss والaccuracy والvalidation loss والvalidation accuracy. هدول التنين لمين؟ training. وهدول للvalidation. الله ينور عليك تمام. فهذه للإيبوكس كلها. فعشان هيك انت ممكن تجيب هذه dot head فبتلاقي انه اوكي بدنا نحملها كداتا فريم. ف بي دي داتا فريم نديلها الديكشنري وبعد هيك بنقول له head dot head. تمام. فانت عندك هاي 0 1 2 3 4 هذه رقم الايبوك تمام. وهي هدول للتريننج وهدول للتست زي هيك. واحنا نشوف التيل يفترض انه هلاقي انه الكي عندي ال 400 399 39 40 ايبوك. مش 400 ايبوك، 40 ايبوك. نعم. طيب حكيت بده ياخذ هاي المعلومات، بده ياخذ هذا العمود من الديكشنري اللي هو هيستوري ديكت اوف الاكيوريسي والفاليديشن واللوس زي هيك، وبده يعمل بلوت لهي الشغلات. فهنا ايش عمل بلوت للاكس؟ هي عباره عن الايبوكس، والواي هي عبارة عن اللوس تمام. وأعطى ليبل لهذه الرسمة اللي هي training loss، وهنا نفس الاشي validation loss. هاي شكل الرسمة زي هيك. هجيت هذه البي والاو معناها بلو وسيركلز. البي للكلر والاو انا ممكن احط اكس فبحط اكسات، او بحط دوائر فبالتالي هنا انه ازرق ودوائر زي هيك تمام. فهذا training loss هذا validation loss. التريننج ايرور اقل من الفاليديشن ايرور صح؟ هذا شيء طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. البيانات اللي تعلم عليها الايرور تبعها اقل بطبيعة الحال. كيف؟ يعني اكاد اجزم انه مستحيل تصير زي هيك يعني. كيف؟ انه التست الايرور تبعها اقل من الترين. معقول؟ لا انت لو اخذت يعني بارت من الترين واستخدمته للفاليديشن ساعتها بتقدر تحسب ايرور. هو عمل تونينج عليها انه عملنا تونينج للبراميتر، ضبطنا البراميتر بحيث انه نقلل الايرور فيها، فبالتالي طبيعي جدا انه يطلع الايرور. فعشان هيك انه يعني خلال 15 سنة عمروش مر عليا انه التست ايرور اقل من الفاليديشن ايرور او التريننج ايرور. طيب
ما عشان هيك اقول لك، بقول لك انه اكاد اجزم انه مستحيل تصير. هنا الرسمة العكس الاكيورسي، فبالتالي الاكيورسي تبعت التريننج اكثر من الاكيورسي تبعت الفاليديشن، وهذا برضو طبيعي. طيب حكيت هنا بدي عينك تضرب على الفيجر وتصير تطلع انه وين صار في استقرار على التيست، معنى ذلك انه خلاص يعني انه عند نقطة معينة هنا يفترض انه انت توقف، اكتر من هيك بصير اوفر فيتنج. ليش؟ لانه هنا التريننج ايرور بقل قاعد، ايش معناته؟ انه قاعد بعمل ميمورايز للتريننج ديتا وكأنه بصير حافظ مش فاهم، بدناش اياه يدخل في هذه المرحلة. هنا اول ما بيبدأ التريننج ايرور يقل والتست ايرور يستقر خلاص ستوب، لانه اذا دخلت المرحله هذه اوفر فيتنج، هذه قاعده بدي اياك تخلي بالك منها. تمام؟ ليش؟ لانه لو خليته يستمر اكثر هيو كل ما له الايرور بيقل، كل ما له الايرور بيقل لغايه لما يصل لدرجه انه زي كانه حفظ للتريننج ديتا حفظ. في التست هيو فيش تحسن، فيش نتيجه يعني. نعم، فبدنا نمنعه انه هو يحفظ للتريننج ديتا، فبالتالي يفترض نعمل له ستوب. وهنا نفس الاشي بالنسبة للأكيورسي، بلاحظ انه في استقرار في الأكيورسي بينما الأكيورسي كعملها بتزيد. لو وديته إيبوكس أقل أكتر من الأربعين راح يستمر في جياء في انه يجيب إيرورز أقل أو أكيورسي أفضل للتريننج. بدنا نمنعه من هاي الشغلة لأنه هيك بيؤدي انه زي كأنه الموديل هذا مفصل تفصيل على الديتا أوفر فيتنج. تمام؟ كيف؟ من 15 ل 20 بالضبط. تمام؟ هذا بده يخلينا نروح باتجاه ايش؟ الدرس الجاي اللي هو انه احنا كيف نمنع الاوفر فيتنج. فهذا بدي اعمل له سيف زي هيك وانزله، احط لكم اياه على الجيت هاب. صحيح، بس كيف؟ صحيح، بس هنا في عنده خطأ في التسمية، يعني إنه مش خطأ في التسمية، هو للأسف إنه في مستخدم تسمية إنه في يعني شائع. يعني هنا لو جيت اطلعت على الداتا سيت هذه ترين داتا، ترين ليبلز، تست داتا، تست ليبلز، هذه قسمها لترين وفاليديشن. تمام؟ وهجيت هنا نيجي نشوف الاكيوريسي هذه وين حسبها. هذه الفاليديشن ديتا هيو هنا. تمام؟ والبلوت هذا بدنا نيجي نشوفه من وين ايفالويت على التست ديتا، هذا الريزلت. والبلوت هذا من وين جايبه؟ من الهيستوري. والهيستوري جايبه من وين؟ هيو من هنا. فبالتالي هنا ترين وفاليديشن، فبالتالي مزبوط هيك. تمام؟ ممكن ايش نعمل؟ نعمل رسمة إضافية ونسميها تيست ايرور. بس ايش بدي اسوي ساعتها؟ ايش بدي اعمل؟ ايش بدي اغير؟ لا لا لا، بدي اجيب ليست. ايش فيها؟ البريدكشنز. يعني فاكر معايا المثال السابق؟ اللي هو تبع
هيو هنا مش عملنا لستة فاضية من البريدكشنز تمام، وهنا عملت بريدكت تمام. هذه الشغلة ممكن ان احنا نسويها زي هيك، ان احنا نعمل هنا ايوه بعد الشرح هذا انه بريد بتساوي الموديل شو كان اسمه، موديل دوت بريدكت ايش بدي اديله الاكس اللي هو عبارة عن تري داتا ايش كان اسمه الداتا التست داتا، حدا يقول معايا هاي تست داتا تمام. هذا لو جيت اطلعت عليها حلاقيها عبارة عن vectors of zeros ones، أو هي عبارة عن soft max، يعني يفترض إنه هذه zero، هذه واحد، هذه أقرب للواحد، هذه zero، هذه zero، زي هيك. نعم. تمام. كيف؟ نقدر إنه إيش؟ صحيح. آه. فهنا بدي أديها لدالة إنه هي تحسب الايرور حساب الايرور بدي يكون وحسبه كله كافرج، بس انا بدي اعمل بنفعش نعمل هاي الشغلة للتست. ليش؟ لأنه في الترين هنا بنقدر نعمله حسب الإيبوكس، أما هنا بنفعش. فإيش الحل؟ ممكن إنه إحنا نسوي شغلة زي هيك، إنه أنا نعمل إنه بين البريدكتد والأكشوال فاليو زي هيك. فبالتالي اسمها تيست واي، تيست ليبلز هنا تيست ليبلز، وهنا بريدكشنز سميناهم هنا بريدز. احنا عاملين امبورت للمات بلوت. مش ريال فاليو، عشان هيك مش زي البروسيس، بنقدرش نعمل فيها زي البروسيس. نعم. هنا البلوت للتست ملوش معنى فعليا، لانه خلاص انه احنا هنا عملنا ايفاليويت وهنا جبنا نتيجة 87، خلص نتيجة واحدة 87، البلوت فيها ملوش معنى، وبالتالي هذا الكلام انه مزبوط، خلاص ملوش داعي.
تمام. طيب خلي هذا مفتوح شوي عشان ممكن ناخذ منه شغلات ونروح على اللي هو كيف بدنا نمنع الاوفر فيتنج والاندر فيتنج. برضو على نفس الاشي على الموفي ريفيوز، فبدنا نشغل هذا الكلام زي هيك، وبدي اياك تركز معايا كتير كويس لانه هاي الشغله بدك تطبقها انت عندك، تعرف الموديل تبعك هل هو صاير فيه اوفر فيتنج ولا اندر فيتنج، وانت عشان تعرف قديش انه هذا الموديل انه كويس فعليا. طيب هجيت هنا هذه اللايسنس، وهنا اوكي عشان نعمل سيلكت لتنسور فلو فيرجن 2 فبدنا ناخذ هذه اللي احنا نسخناها سابقا لتراي. كيف سيف عندك؟ عملت لها سيف وداونلود وحاطها على الجيت هاب، ما يعني هعمل بوش على الجيت هاب. لقيت هنا عشان احنا نتجنب انه خلص نكون متاكدين انه احنا حنجيب تنسور فلو 2 فحناخد هذه التراي والاكسبت. تمام، وهيك احنا نعمل كوبي وهنا في الران تايم نختار جي بي يو وبنشيل هذه التشيك عشان يحفظ عنده الاوتبوت. وهي ران اول، ما هي في الران انه حنشوف ايش بيطلع. هيو فيرجن 2 سيلكتد، فحيعمل داونلود برضو نفس الفكره 10,000. هنا بده يوضح انه قديش انه الداتا هذه انه سبارس لايش؟ للترين اوف زيرو. ترين اوف الزيرو هي عملها بلوت من زيرو لغايه 10,000 لانه الفوكابلري حددناه او الدايمنشن حددناه لغايه 10,000 كلمه. تمام، فبتلاقي انه المساحات البيضاء انه كتير فاضيه سبارس. طيب هاجيت بدنا نعرف ثلاثة موديلز. هاي أول موديل إيش سماه؟ Baseline. قديش حدد فيه؟ 16 16 1. هنا عمل Embedding، عمل Embedding، فبالتالي هاي أول Layer وفي قبله Layer للإنبوت قديش حجمه؟ 10,000. وبالتالي حتجي له الانبوتس هذه 10,000 زيروز وواحد، مذكورة الكلمة واحد مش مذكورة زيروز. تمام، هاي كومبايل الموديل اوبتمايزر ادم باينري كروس انتروبي اكيوريسي للمتريكس. هاي السمل في عندي تقريبا 160,000 ترينابل باراميتر، وهي الهيستوري تبعه لغاية 20 ايبوك، والفاليديشن ديتا هاي واخدها زي هيك. هاي الايبوكس كلها. الان نيجي نعمل سمولر موديل. هنا في الاوفر فيتنج ايش بدنا نسوي؟ بدنا نسوي ثلاث شبكات. البيس لاين هي عبارة عن شبكة متوسطة، قديش حجمها؟ ركز معايا، استخدم ذاكرتك المؤقتة. 16 16 1، هذا البيس لاين المتوسطة. تمام، هاجت الشبكة الصغيرة قديش؟ 4 4 1، وهي هذه عشان انه تكون في سطر انه تكون مرئية بالنسبة لنا، وهي برضو كذلك نفس الانبوت. هنا ما عملش امبيدنج، خلاص ثبت البراميتر هذا اللي او الانبوت هذا لكل الثلاثة. يعني احنا بنحكيش هنا امبيدنج او مش امبيدنج، احنا بنحكي اوفر فيتنج ولا لا. فبدنا نجرب ثلاثة نتورك، وهذا الابروتش انت بدك تسويه. جرب شبكة صغيرة، شبكة كبيرة، وشبكة وسط، وشوف كيف النتائج بتطلع معك. الان هاي عملنا تريننج للشبكة الصغيرة. الشبكة الكبيرة قديش؟
512 512 1. يبقى عندي ثلاث شبكات. الشبكة المتوسطة قديش؟ 16 16 1. الصغيرة 4 4 1. لا هو بدأ بالمتوسطة، بدأ بالبيس لاين. هاي البيس لاين، هاي البيس لاين، تمام. 16 16 1. البيس لاين اللي هي متوسطة وسط، ماشي. بس انه الفرق انه يكون عندك ميديوم، الفرق انه يكون انه عندك ثلاث احجام، صغير وكبير ووسط. فهو بدا بالوسط. ليش سماها يعني هي البيس لاين؟ لانه احنا بنعرف انه شبكه صغيره ايش بتادي، اوفر ولا اندر؟ اندر. والكبيره، فعشان هيك انه هو بداها سماها بيس لاين، هي اللي بده الريفرنس بالنسبه له حيقيس عليها، وهي حتكون الشبكه الوسط احنا بدنا نسميها. تمام. صحيح. الموضوع انه كبيره وصغيره، المهم انه انت تجرب ثلاث شبكات، جرب صغيره وسط وكبيره. جاي لك في الحكي بالضبط. فهلقيت مثلا انه الكبيره لقيتها انه لا فيش فيها، الكبيره بتادي لا اوفر فيتنج، ما لقيتش فيها اوفر فيتنج بتكبر كمان. والميديوم بتروح تعملها شيفت بالضبط بالضبط، والميديوم تعملها شيفت بتكبرها شوي زي هيك. والصغيره اذا اكتشفت انه في شيء فيها اندر فيتنج بتحاول تصغر كمان زي هيك. يبقى الوسط عندي 16 16 1، هي البيس لاين. عملنا لها ترين وخلصنا. ايش اسم الموديل؟ بيس لاين موديل. بعديها اجينا للسمول، سميناه سمول موديل. هي قديش؟ 4 4 1. عملنا له ترين. بعديها عملنا بيجر موديل، موديل كبير. قديش؟ 512 512 1. تمام. وهي عملنا له ترين. كل واحد له هيستوري لحال. في عندك بيس لاين هيستوري، سمولر هيستوري، وبيجر هيستوري. ايش بنروح بنعمل؟ نعمل بلوت. بين ايش وايش؟ بين الباينري كروس انتروبي وبين الاي بوكس. طيب حقيقة انا عندي البيس لاين ايش باي لون؟ ازرق. واحد خط مستمر وواحد متقطع. هذول الاثنين انا مش قادر افرق بيناتهم كتير يعني. السمولر ايش اللون تبعه؟ برتقالي مستمر ومتقطع. والبيجر اخضر ماشي اوكي. انا عندي هنا مش مبين كتير. تمام. طيب هاجيت الثلاث خطوط المقطعه اللي هي تبعت الفاليديشن، ايش بلاحظ؟ انه بتبدا زي هيك بتنزل وبعديها بترجع بتطلع. وهي هذا الازرق بينزل زي هيك وبرجع بيطلع. وهي هذا طالع طالع اصلا كتير. هذا اللون ايش اللي طالع في الاول؟ هذا الاخضر اللي هو البيجر موديل. خلاص اوفر فيتنج واضح جدا. هكذا بضل عندي السمول والبيس لاين. تمام. طيب هكذا السمول بدا عندي يطلع الايرور عند وين؟ اي ايبوك بعد يعني. احنا الاي بوكس قديش عندي؟ كم اي بوك؟
20 اي بوك تمام. فبالتالي هنا هايو لغايه العشرين هنا، فبالتالي هنا بعد الاي بوك الاولى تقريبا او الثانيه، لانه هنا 2.5 الثانيه صار في عندي انه هو يطلع. طيب هاجيت الثلاثه اللي هو التريننج ايرور في النازل ولا لا؟ في النازل تمام. فبالتالي هنا واضح تماما انه انا في عندي في البيجر موديل انه انا في عندي اوفر فيتنج تمام، وعندي في حتى السمول فيها اوفر فيتنج ماشي، بس صار في متى اوفر فيتنج؟ يعني هنا خلينا هذا الازرق انه زي هيك وهذا الازرق زي هيك تمام، انه عند المنطقه هذه صار يطلع الايرور، فبالتالي انه هاي المنطقه هذه. لكن ال 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 الميدي السمول انه عند المنطقه هذه وبدل ايرور يستقر وبعديها يطلع، وهنا عند 2.5 زي هيك. وكمان هنا كيف يعني هناك بيطلع بشكل حاد بالضبط، هذا بيطلع شوي شوي صحيح نعم. فبالتالي اللارج نتورك انه بدت اوفر فيتنج، والاوفر فيتنج هذا بشكل حاد سيفيرلي انه هو بيطلع. فبالتالي انه هنا طالما انه نتورك كبيره فبالتالي الكباسيتي تبعتها كبيره، فبالتالي انه بيؤدي للاوفر فيتنج بشكل سريع. تمام. طيب حكيت احنا بدنا ننظم هذا الموضوع، ايش الاستراتيجيز انا عندي؟ حكيت واضح انه في اوفر فيتنج في الثلاثة، واضح في اوفر فيتنج في الثلاثة. الاستراتيجي، اول استراتيجي انه انا اضيف ويت ريجولايزيشن. في عندي طريقتين لاضافة الويت ريجولايزيشن اللي هو ال1 وال2، ال1 normalization وال2 normalization. ال1 normalization هي عبارة عن cost بينضاف بشكل proportional للabsolute value تبعت ال weight coefficients، يعني عبارة عن قيمة بتنضاف لل weight. أما ال2 regularization نفس الفكرة بس بتنضاف للسكوير فاليو مش للأبسوليوت. يعني باختصار شديد الـ1 والـ2 هي عبارة عن قيمة بتنضاف للويت كوفيشنت، بس L1 بتكون أبسوليوت وL2 بتكون سكويرد. تمام؟ نجرب هاي الشغلة كيف بنضيف الريجوليزيشن. فبالتالي هنا هاي الموديل تبعي 16 16 1، ايش ضاف كيرنل ريجولايزر ايش بتساوي؟ كيراس ريجولايزر ال2، وهنا نفس الفكره للطبقه الثانيه. تمام. ريجولايزر بمنع واحده من طرق لمنع الاوفر فيتنج، انه انت تعمل ادجستمنت للويت بحيث انه انت زي كانه الايرور هو اللي عمله ادجستمنت، بتروح انت بتزود عليه، فبالتالي انه انت بتمنعه انه هو يحفظ لفه صح. كمان مره الجيت هو يفترض انه الالجوريثم بيقول له انه هاي الايرور ظبط الويتس عشان تتصحح، يعني تصحح الايرور صح. هاجيت لو احنا خليناه انه يروح بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه فيه اوفر فيتنج، فاحنا بدنا نخرب عليه.
احنا ايش بدنا نخرب له الويتس شويه عشان نديله فرصه ان هو يتعلم، زي كانه بستنى، بقول له استنى لو سمحت استنى شويه، هو كانه بحاول انه يعمل يثبت الفاينل ويتس من اول مسالتين انا اعطيته اياه، مسالتين رياضيات. تخيل حالك انه انا بدي ادي لك 10 مسائل رياضيات، انت بايش بتروح بتسوي؟ انه انت رحت درستهم مره وقلت خلاص هاي الحل النهائي تبعي. فانا هلقيت اذا رحت خربت لك الحل، قلبت لك الارقام، لا بدك تعيد تدرس من اول وجديد. تمام، فبدي لك فرصه انه انت تتعلم اكثر. بالضبط، لا مش كانه نديت على نسبه الغلط غلط، الويتس اللي هم ظبطهم عشان يقلل الايرور خربت له اياهم عشان ياخذ وقت اطول في انه يتعلم. ادي له فرصه اكثر يتعلم. لا بتضيف سمول اماونتس الـ L1 normalization، إنه الفرق بيناتهم L1 و L2، إنه هنا بتضيف proportional للـ absolute value، أما هنا للـ squared value للـ weights، هي عبارة عن proportion تنضاف للـ weight. تمام؟ طيب رجع هنا يدرب، احنا سمينا الموديل هذا L2 موديل. تمام، عملنا له ترين، شوف البلوت تبعه. هلقيت اللي استبعدنا ايش هو؟ الشبكة الكبيرة، خلاص انه الشبكة الكبيرة الايرور فيها طالع، اما المتوسطة والصغيرة بينزلوا بيطلع بينزلوا هدول خلينا، اما هديك استبعدناها بالمره خالص. ليش؟ لانه الايرور في الطالع اصلا من البدايه اوفر فيتنج واضح. تمام، هجيت هدول، شوف الفرق انه هنا برضه نازل بس هنا خفف الحده تبعته، انه هنا بدا يطلع بالضبط. نعم، فبالتالي هنا التريننج ايرورز هذول الاثنين في البيس لاين والسمول، انه في النازل زي هيك انه كل ما تعلم اكثر، هذول انه هو بينزل وبيطلع، بس هنا صاروا بينزلوا وبيطلعوا انه تقريبا عند نفس المنطقه تقريبا زي هيك، والطلوع تبع السمول اقل بكثير من الطلوع تبع البيس لاين. تمام، واعتقد نفس البيس لاين بس بالضبط الـ L2 regularization أو الـ L2 norm. واضحة الطريقة الأولى؟ الطريقة الثانية إنه إحنا بنضيف حاجة اسمها الـ drop out، هذه اللي إحنا كنا نشوفها في الأول وإنه إحنا أجلناها شوية. إيش الـ drop out؟ هو عبارة عن layer بينضاف بعد كل dense، بروح بيعمل دروب للويتس بشكل يعني انه بناء على probability معينه، والفاليو تبعتها بين البوينت 2 وبوينت 5. يعني على سبيل المثال لنفترض انه انا في عندي لاير معين رجع هدول القيم اللي هو بوينت 2 بوينت 5 1 3 8 1 1. هجيت لما بعد ما طبقت الدروب اوت ايش رجع؟ 0.5 1 3 0 1.1. فبالتالي ويتس معينه من الفيكتور هذا راح عملها دروب بشكل عشوائي. تمام، هذه البوينت 2 بتحدد قديش probability تبعت الدروب. معنى ذلك انه لما اقول 2 من 10 معنى ذلك انه من 10 فيكتورز حيعمل دروب. بالضبط، تمام. فكيف انه انا اضيفه؟ دنس دروب دنس دروب زي هيك. وهنا الدروب موديل هذا عملناه وين؟ على 16 عشان نشوف تاثيره كيف.
صحيح. الفاليو تبعتها هنا بتختارها بين 0.2 ل 0.5، هاي الرينج تبعها. ممكن برضو تلعب فيها وتشوف البلوت كيف بتغير. يبقى هنا انا جربت بين البيس لاين الاصلي اللي هو اصلا حتى بدون النورم، بدون الريجولايزيشن والدروب اوت. يبقى انا عملت هنا تو مودلز، الموديل الاساسي اللي عامله اللي هو البيس لاين بالاضافه للدروب اوت موديل، وعملت بلوت لهم. فبالتالي البيس لاين انا عندي هي باللون الازرق، والدروب اوت باللون البرتقالي، تمام. فبلاحظ هنا انه الايرور تبع البيس لاين انه بدا يطلع بشكل مبكر قبل ما انا كنت، يعني هنا في الدروب اوت اخذ فرصه انه هو يتعلم اكثر، انه عند المنطقه هذه اي هي عماله بينزل الايرور لغايه لما وصل للمنطقه هذه وبدا يطلع ثاني. فبالتالي بمعنى اخر انه انا اديته فرصه اكثر انه هو يتعلم. صحيح. طب يعني هيك بيقول لك تبعها مش مظبوط حتى مع اللي عملناه. ماشي، بس انت ممكن انت ممكن انه انت تحط الشرط تبع الايرلي ستوب، تمام. بس الفكره انه بدون دروب اوت وباستخدام الدروب اوت، بدون باستخدام الدروب اوت انت اديته فرصه اكثر انه هو يتعلم. فبالتالي انه بتصير للأوفر فيتنج بمرحلة متأخرة شوية، إنه بكون انت محتاج الـ early stopping. صحيح، إنه هذا الطالع هذا إحنا بدناش إياه أصلا، بس إحنا خليناه عشان نشوفه في البلوت بس يعني. صحيح بالضبط. هو حيجرب على واحد منهم، يعني يا اما السمول يا اما واحده منهم. بس بدك تقارن، يعني بنفعش انه انت تقارن 16 و4 انه زي هيك. بدك تقارن دروب اوت نفس السايز بدون دروب اوت ومع دروب اوت نفس السايز. احنا عرفنا انه 16 صح. نعم، هي السمول كتير انه بتأدي للأندر فيتينج، والكبير كتير بيأدي للأوفر فيتينج. فعشان هيك انه الوسط انه ممكن يكون، وبالبلوت هذا الكلام واضح. طيب فبالتالي هنا النتيجة انه اضافة دروب اوت بشكل واضح اعطى عندي امبروفمنت في البيس لاين. هاجيت الطرق الشائعة عشان نمنع الاوفر فيتينج، اجيب بيانات اكتر، لانه انت اذا جبت بيانات اكتر معنى ذلك انه في الايبوك الواحدة حياخد فرصة اكتر انه هو يتعلم. فبالتالي هذه واحدة من الطرق. ايش الشغلة الثانية؟ انه نقلل الكباسيتي تبعت النتورك، ما نختارش نتورك كتير كبيره نصغرها، تمام. او اد ويت ريجولايزيشن او نضيف دروب اوت. طيب نعم، ايش هذا؟ هذه accuracy طالع وبعدين مستقر. تمام. لا واضحة واضحة. بس هلقيت
حقيقة واضح انه شوية مبين عندي انه هم في شوية سلوب لفوق طالعين شوية في الاخر صح؟ معنى ذلك انه انت لو اديتي له ايبوكس اكتر ممكن انه هو يتعلم. حقيقة اذا صار انه اللي فوق ايش؟ تيست؟ فاليديشن. انا شايف من عندي انه في شوية طالع شوي. فبالتالي هذا بده ايبوكس كمان لغاية لما يبين انه في عندك استقرار او انه هو بدأ ينزل. تمام؟ طيب حاجات المطلوب منك لانه هيك انه تو ماتش انفورميشن حتكون. المطلوب منك انه انت تاخذ البيزك تكست كلاسيفيكيشن، انه انت تروح تاخذ منها كوبي تمام وتعمل لي تو مودلز، واحد البيس لاين بدون ولا حاجه زي ما هو تمام، وتحسب لي قديش الايرور. احنا وصلنا تقريبا 87%. وبعدين بدك تعمل موديل ثاني تجرب فيه ريجولايزيشن، وموديل ثالث تجرب فيه الدروب اوت، بس شويه تعديلات وتحسب لي الايرور. هاي البيس لاين، هاي ريجولايزيشن، هاي IMDB. لا ممكن تاخذ نفس الملف، وانه هذا الموديل اللي هو عامله ممكن تعتبره انه هو البيس لاين تمام، لانه هو هاي الطبقات تبعته. في عندك امبيدنج دنس دنس، ممكن انت تضيف هنا طبقه بعد الدنس هذه تضيف دروب اوت، وبعد الطبقه هذه لا هذه الاوتبوت ما ينفعش تضيف دروب اوت. فممكن انه انت تضيف الدروب اوت هنا وتضيف ريجولايزيشن هنا مره هيك ومره هيك، وتحسب لي الايرور هنا وتحسب لي الايرور هنا، ترجيني اياهم الثلاثه. واضح المطلوب؟ كيف؟ لا 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 مش اوفر فيتنج واندر فيتنج، بدي اياك تجرب طرق بتمنع الاوفر فيتنج وتشوف لي انه هي جابت نتيجه اقل ولا لا. تمام؟ يعني في عندك طريقتين، الريجولايزيشن والدروب اوت. خلينا ناخذ شويه انه كودينج اكسرسايز، والمحاضره الجايه ان شاء الله حيكون في عنا كونفولوشن نيورال نتورك سي ان ار هنبدا فيها. عشوائي حقيت هو حقيت هذا الاوتبوت تمام، حقيت عشان ادي له فرصه انه هو يتعلم بروح بعمل دروب للويت اللي هو حدده تمام بالضبط. فحقيت رحت خربت الويت تبعه، فحقيت اي ويت اخرب فبدي احدده بشكل عشوائي، قديش البروبابيليتي تبعت العشوائيه هذه 2 من 10 زي هيك.